أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أنتم أونلاين. الملف الليبي يقسم الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وانطلاق ثالثة مراحل العملية العسكرية لملاحقة داعش في بؤر انتشاره في العراق، تحذير من استهداف الناشط السعودي المعارض عمر بن عبد العزيز، والجدل بشأن كتاب بولتون مستمر. وفي الحلقة أيضا، عائلة نجم الروك الراحل توم بيتي تطلب من ترامب عدم استخدام أغانيه في حملته، ورجل يقضي أياما طويلة في عبور المحيط الأطلسي ليكون مع أهله. هذه المواضيع وغيرها نطرحها في هذه الحلقة التي يشاركني فيها من الميادين نت الزميل بلال عبود. بلال، أهلا بك. أهلا بك سارة. إذن البداية مع الملف الليبي، وتحديدا مع الموقف الذي أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي أثار جدلا واسعا حين عدته حكومة الوفاق كإعلان حرب. الملف الليبي أصبح يعني قضية إقليمية متشعبة. تصريح الرئيس المصري كان يعني عليه الكثير من ردود الفعل، أولها كما ذكرت من حكومة الوفاق التي قالت أن ذلك يعد تدخلا في الشؤون الليبية، ويعني في بيانها وصفت ذلك بإعلان حرب، وقالت للرئيس المصري أن يعني عليه أن يتذكر أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية وفق الاتفاقيات الدولية. ويعني الأمر الذي يعني كلام الرئيس السيسي كان أنه قال نحن لدينا الحق كدولة مصر بالتدخل في ليبيا في حال يعني اقتربت كما وصفها هو الميليشيات الإرهابية، وكان هناك تأييد من السعودية والإمارات كما قال في هذه التغريدة أحمد عبد العزيز قطان، يقول أن البيان القوي الذي أصدرته المملكة العربية السعودية حيال تصريحات الرئيس السيسي بشأن ليبيا يعكس متانة وقوة العلاقات السعودية المصرية، وبالفعل فأن أمن مصر هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة، وأمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن مصر. في ويعني مع التغريدة لهذا المغرد يعني يضع صورة المشير حفتر وصورة الرئيس السيسي مع هاشتاج مصر درع العرب وليبيا مقبرة العثمانيين، ويقول حينما يتعلق الأمر بأمن مصر يعني أمن العرب. هذا يعني التأييد من جهة والانتقاد من جهة أخرى انعكس على المواقع التواصل الاجتماعي. ليبيا وطني غردت رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح يرحب باستجابة السيسي لندائنا بضرورة التدخل ومساندة الجيش الليبي، بينما قناة ليبيا الأحرار قالت مجلس الدولة يستهجن بيان عقيلة المبارك لتصريحات السيسي ويصفها بالحاقدة تجاه ليبيا الجديدة ويعدها تهديدا لأمنها وانتهاكا لسيادتها. انقسام بين الليبيين أنفسهم، وأيضا على مواقع التواصل إبراهيم قصودة يقول يصف السعودية والإمارات بأنهم ثنائي الشر العربي لأنهم أيدا خطوة السيسي أو موقف السيسي، ووصفه بالاعتداء على السيادة الليبية وتهديد للشعب الليبي بالحرب. وفي المقابل هناك من يعني مثل هذا المغرد عبد الله قال ان مصر صمام الامان الذي تعول عليه العروبه، حفظ الله مصر واهلها. كان هناك هاشتاج مصر درع العرب، وعليه كان هناك انقسام مما ايد كما قلنا موقف السيسي وممن ادانه. احدهم غرد مصر درع العرب، مصر النيل والهرم، مصر الوطن والسكن، حفظ الله مصر وقيادتها وجيشها وشعبها، دامت مصر حرة أبية وقوية. وآخر اعتبر أن ليبيا أكبر من السيسي، وهو يعني هذا الهاشتاج يعني ليبيا أكبر من السيسي كان يعني في مقابل هاشتاج مصر درع العرب. وعلى هذا الهاشتاج غردت حنين تقول ليبيا مقبرة لكل من يفكر يعتدي عليها، وبإذن الله منصورين. وأيضا لأن تركيا يعني متدخلة في الشأن الليبي، كان لهذا المغرد اسمه محمد يقول أن الشعب الليبي يرفضكم ويرفض احتلالكم العثماني مع هاشتاج ليبيا مقبرة العثمانيين. صحيح يعني بلال، كما نلحظ أن هذه التغريدات أخذت حجما واسعا، خصوصا أن هذه المنطقة إن كان في السعودية أو الإمارات أو قطر أو حتى تركيا وليبيا، هناك الكثير من الناشطين يغردون بوفرة على يعني تحديدا على تويتر، لذلك نلحظ انقسام فعلا كبير وهائل وكان ترند لفترات طويلة. صحيح. وهذا الانقسام أيضا انعكس أو لاحظناه يعني بالنسبة لما حصل في اليمن وتحديدا في جزيرة سقطرى بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي عليها وطرد قوات حكومة هادي. هذا أيضا ما غرد حوله يعني الناشطون من ردود فعل متباينة بين مرحلين ومنتقدة. أحدهم غرد لك العز والأمن والأمان يا وطني الجنوب العربي، مبروك عليكم الإدارة الذاتية يا أهل سقطرى، ومبروك علينا عودة الوطن من أنياب الثعالب بحسب رأيه، هذه التغريدة. أيضا أحدهم قال سقطرى جنوبية ومنعطيها للإمارات هدية، أنت ويش دخلك.
وهو طبعا يعني هذا يؤيد ما حصل بالنسبة للمجلس الانتقالي الجنوبي. وأيضا اعتبر أحدهم أنه ما تقول عيب بحق كيمني ورئيس مجلس النواب، الحقائق واضحة، لم تستطيع حتى تجد فندق في اليمن لاجتماع، فكيف ستتقصى الحقائق وتصدر بيان وتقرير؟ استمراركم بهذا السلوك يجعل مكانكم المحاكم لا الفنادق. مغردون وبينهم مختار الرحبي الذي هو السكرتير الصحفي السابق للرئاسة اليمنية، رأى أن انقلاب عدن، يعني سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن، تم وقيادة الانقلاب في أبو ظبي، وانقلاب سقطرى كما وصفه تم وقيادة الانقلاب في الرياض. يعني هو يحمل الرياض مسؤولية أيضا عما جرى. وكان هناك يعني بين المغردين اليمنيين من يعني انتقد موقف مجلس النواب المدعوم أو التابع للرئيس هادي، حيث قال هذا المجلس أنه يشكل لجنة تقصي حقائق حول ما جرى في سقطرى. فكان يعني بين المغردين من قال يعني لماذا تنتظرون تقصي حقائق؟ الأمر واقع، هناك سيطرة من المجلس الانتقالي الجنوبي على سقطرى. خالد رويشان يتساءل أين مجلس النواب اليمني من سقطرى؟ هل ما زال يمنيا أم أنه أصبح إماراتيا؟ هل معقول لم يصدر كلمة واحدة عن سقطرى حتى الآن؟ سقطرى سقطت وأنتم صامتون، يرى أن جوهرة اليمن سرقت أمام عينكم، يا ترى على من الدور بعد سقطرى يا مجلس نواب الشعب؟ يعني التغريدة التي قرأتها منذ قليل لبلال تصب في هذا الإطار أيضا. تغريدة أخرى، أحدهم اعتبر أغلبية أعضاء مجلس النواب في الشرعية رفضوا إصدار بيان حول أحداث سقطرى، اسألوهم كم استلم العضو منهم فلوس مقابل رفض إصدار البيان. وهنا يعني بدأت حالة من يعني التساؤل والتخوف أن يؤدي نموذج ما جرى في سقطرى في أن يحصل في مناطق أخرى من اليمن، وخصوصا مع يعني في حضرموت التي يعني كان هناك اليوم فيها بعض التجمعات والتظاهرات يعني بشعار تأييد الإدارة الذاتية الجنوبية. ربما نشاهد بعض الصور من هذه التظاهرات التي دعا إليها المجلس الانتقالي في حضرموت. أحدهم غرد على تويتر قائلا الإدارة الذاتية للجنوبية ككرة الثلج، كلما تدحرجت كلما كبر حجمها على أرض الجنوب. مظاهرات شعبية في حضرموت لمطالبة الانتقال بتطهير المرافق الحكومية من الفاسدين وتنفيذ الإدارة الذاتية، مرفقا التغريدة ببعض الصور وهي من نفس الفيديو الذي نشاهده الآن على الشاشة. ربما لاحظنا يعني أنه منذ بدأ العدوان السعودي على اليمن يعني هذه الدولة تشهد انقسامات وتشهد أزمات، سواء أزمات إنسانية أو أزمات سياسية وأمنية، واليوم يعني مصير الدولة بحد ذاته أصبح في خطر التقسيم. صحيح، ولكن كما قلنا لاحظنا هذا التفاعل الكبير بسبب انضمام الأحداث الليبية إلى الخلاف المحوري بين الدول التي نلحظها. هناك موضوع لافت أيضا كان حول المعارض السعودي. الناشط والمعارض السعودي عمر بن عبد العزيز وهو يعيش في كندا قام ببث فيديو على يعني فيديو مباشر على موقع تويتر يتحدث فيه عن أنه تعرض يعني أو تلقى تحذيرا حول تعرضه لمحاولة اغتيال أو اختطاف. نستمع إلى هذا المقطع القصير من الفيديو ثم نتابع. قال عندنا معلومات من مصادر قوية ومصادر مهمة أنه هناك نية جادة لاستهدافك. قلت له أنا؟ قال لي نعم، هناك نية جادة لاستهدافك، فهل هي محاولة اغتيال، محاولة اختطاف؟ الله أعلم، فخذ حذرك وانتبه وإن شاء الله أمورك تمام، وهذا الرقم الفلاني اتصل عليه. فإذن عمر والذي يعني هو صديق كان للصحافي السعودي الذي اغتيل جمال خاشقجي، ويعني بسبب علاقته مع جمال خاشقجي بعض المصادر تقول أن هذا ما أدى إلى اغتيال جمال خاشقجي، كونه عمر يدير فريق اسمه النحل الإلكتروني، وهذا مسؤول عن مواجهة الذباب الإلكتروني المدعوم من الحكومة السعودية. فهو دائما يتلقى تهديدات، واليوم التهديدات أصبحت يعني خطر أكبر على حياته، واثنين من إخوته معتقلان في المملكة وباقي أفراد عائلته ممنوعين من السفر. وهو في هذا الفيديو يعني تحدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن يأتي إلى مناظرة تلفزيونية على الشاشة بدل التهديد بالخطف والقتل. محمد تكريتي علق قائلا الناشط السعودي البارز المقيم في كندا عمر بن عبد العزيز يتلقى اخطارا من الشرطه الفيدرالية الكندية انه مستهدف من نظام آل سعود، لم يتم تحديد نوع الاستهداف
لكنه قد يشمل الاختطاف أو الاغتيال. أم بي أس لا يزال يمارس بلطجته لأنه لم يجد في الغرب المنافق من يردعه عنها، وهو يقصد هنا محمد بن سلمان. أحدهم غرد ربي يحفظك أخي عمر، وآخر نصحه بأن يغير مكانه وأن يأخذ حذره وأن لا يخرج لفترة طويلة. وطبعا هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لها المعارضون السعوديون إلى التهديدات وإلى تحذيرات من قبل الدولة السعودية. وبعض المغردين يعني مثل هذا الحساب رأى أنه ربما كندا تقوم بقتله لعمر لكي يوجه التهمة ضد السعودية، أو تقوم مخابرات قطر بذلك. للأسف أصبح وضعك صعب جدا، هذا ما جنته يداك، يحمله مسؤولية يعني ما تعرض له. ومن هذا الموضوع ننتقل قبل ذلك بلال، حتى إذا قرأنا بعض التغريدات البعض حمله واعتبر أنه ربما سيلقى بحسب نواياه، ودائما هذا الانقسام موجود بكل موضوع. هو صراع الذباب الإلكتروني، ومن جهة أخرى النحل الإلكتروني المسؤول عنه عمر. وإلى العراق ننتقل. سارة، انطلقت بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى القاضمي بحسب هذه التغريدة ليحيى رسول، انطلقت عملية أبطال العراق، وهي المرحلة الثالثة من ملاحقة يعني فلول تنظيم داعش في العراق، وهي عملية يعني عسكرية تهدف إلى القضاء على هذه الفلول. وكان هناك يعني بعض اللقطات التي عرضتها القوات المسلحة العراقية لاستهداف فلول داعش، نشاهد بعضا منها الآن على الشاشة. هذه طبعا يعني هذه المرحلة الثالثة التي أطلقها. أيضا رسول شرح في سلسلة تغريدات من سيشارك فيها، أبرز من المشاركين اعتبر أنه وزارة الداخلية، أي قطاعات قيادة قوات الشرطة الاتحادية وغيرها، وأيضا وزارة الخارجية، وكذلك هيئة الحشد الشعبي، قطاعات من ألوية الحشد في ديالى وصلاح الدين وسمراء وكركوك، وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من جميع الوكالات الاستخبارية التي تشترك في هذه العمليات، والتي تأتي بإسناد من طيران قيادة القوى الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي، دائما بحسب تغريدة يحيى رسول. وكان يعني الكثير من المغردين يعني العراقيين تحديدا رحبوا بهذه الخطوة، لما يعني عناه الشعب العراقي من يعني إجرام تنظيم داعش في السنوات الماضية. محمود آغا مثلا غرد الله يحفظ الجيش العراقي البطل وينصركم دائما. من موضوع العراقي، وقبل ختام الجزء الأول من هذه الحلقة سنشاهد فيديو بلال، لماذا يتم الدفن في الرمل في باكستان؟ بلال، يطبق المثل بيعيش كتير بتشوف كتير يعني أفكار دائما غريبة من ومعتقدات غريبة. الجزء الأول من هذه الحلقة انتهى، ابقوا معنا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. كتاب جون بولتون والتسريبات عنه لا تزال تثير الكثير من الجدل في الولايات المتحدة. أمس أجرى بولتون مقابلة وقال فيها تحديدا بحسب هذه التغريدة، يعتقد جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ويضحك ويستهزئ بشدة حول تصور نظير الأمريكي دونالد ترامب لعلاقتهما. يعني كان هذا بلال نوع من السخرية على موضوع العلاقة بينهما بحسب جون بولتون. وسنشهد الكثير ربما من التسريبات ومن الأخبار بعد كتابه الذي يثير هذا الجدل. لا شك أن بولتون يعني يشن هجوما واسعا على الرئيس ترامب، ولكن ترامب في المقابل يقول وبوضوح وبلسانه الصليط دائما، لقد أعطيت جون بولتون الذي لم يقدر أن يحصل على تأييد مجلس الشيوخ لأنه معتوه أو مجنون وليس محبوبا، أعطيته فرصة لأنني دائما أردت أن أستمع إلى وجهات نظر مختلفة، لكن تبين لاحقا أنه شخص غير كفؤ وكاذب. هذا ما قاله ترامب في وقت يعني لا يزال موضوع الكتاب
يثير الجدل في أمريكا، لكن الأبرز أن تم تسريب هذا الكتاب، كما يقول هذا المغرد أن يعني كتاب بولتون أصبح الآن موجود على كل المواقع التي يمكن التحميل منها، وإذا شعرت أنه لا يستحق أن يحصل على أي سنت أي بولتون لأنه رأس مالي وليس وطنيا، أروه ما رأيكم به؟ يعني حملوا الكتاب ببلاش بالمجان، ونذكر أن الكتاب موعد صدوره الرسمي غدا، ويتضمن الكثير من المعلومات والفضائح إذا صح التعبير، نستطلع بعضا منها في هذا الفيديو. هذه فرصة دائما لنذكر مشاهدينا بمتابعة كل فيديوهات الميادين جو على الموقع وعلى صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. بلال، أنت تعمل في الأونلاين، هل هناك من يرصد كم تغريدة يغرد ترامب يوميا؟ هناك عدة مواقع ترصد كم تغريدة يغرد ترامب يوميا، وعدد الأكاذيب في تغريدات ترامب يوميا وشهريا وأسبوعيا، لكنه هو بالتأكيد من الأكثر الرؤساء تغريدا على وربما تويتر. يعني في حال لم ينتخب ترامب لولاية ثانية، الكثيرون سيجدون أنفسهم بدون عمل من الذين يلاحقون يعني هذه المعلومات والتغريدات تحديدا لترامب، لان حتى ممكن يعني اذا كان هناك بديلا له لن يكون قادرا للتغريد بهذا الزخم. وعلى سيرة ترامب، نجم الروك الراحل توم بيتي اشار على صفحته، او بالاحرى يعني هي زوجته والسابقه وارملته وابنتاهما من وضعنا هذا البيان على تويتر، اعتبروا انه لا يحق لترامب باي حال استخدام الاغنيه التي استخدمها اي وونت باك داون او لن اتراجع لدعم حملة بنظرهم تهمل الكثير من الأمريكيين والمنطق السليم، واعتبروا أن توم بيتي لم يكن ليقبل أبدا أن تستخدم إحدى أغنياته في حملة كراهية كما سموها، أنهم يرفضون ويقفون بحزم ضد العنصرية. ونذكر بأن هذه الأغنية كان قد استخدمها في مهرجانه الانتخابي الأخير، الذي أيضا نال الكثير من الانتقاد بسبب أنه لم يكن هناك الكثير من الحضور كما كان متوقع. أحدهم غرد قائلا: هل لدى أحدكم لائحة بكل الفنانين الذين منعوا ترامب من استخدام موسيقاهم؟ لابد من وجود الكثيرين. ونحن نعلم أنه ليس الفنان الأول الذي يعبر عن امتعاضه من استخدام أغنيته في مهرجان الانتخابي. قضية حقوق ملكية فكرية، هو سبق يعني أن تم منعه من قبل فرقة كوين لاستخدام واحدة من أغانيهم. ديفيد هنا يقول أنه يعني من محبي توم باتي ومعارض جدا لدونالد ترامب، وهو فرح لموقف العائلة بمنع ترامب من استخدام موسيقى. في المقابل هناك من رأى يعني مؤيدين لترامب، أن يقول هذا المغرد: توم باتي كان من مغنيين المفضلين، ويرى أن الموضوع أصبح مثير للعار أن عائلته اتخذت هذا الموقف. وفي نفس الإطار يقول هذا المغرد: لقد وضعت هذا المغني في لائحة الذين لن أستمع إليهم، وللأسف وهو ميت قمت بهذا القرار. يعني الغريب بلال أنه حتى لم يكن هو صاحب هذا البيان، ورغم أن عائلته هي التي أصدرته، إلا أنه نال الكثير من الانتقاد، والبعض اعتبر أنه لن يضعه على لائحة الفنانين المفضلين عنده. يعني حتى بعد الوفاة لن تسلم الناس من الانتقادات على موقع التواصل الاجتماعي. بعد بيتي
التي ننتقل إلى موضوع أن منظمة الصحة العالمية تحذر، لكن هذه المرة لم تحذر فقط من تسارع الفيروس، لكنها حذرت من الوحدة والشعور بالوحدة في خلال فترة الحجر الصحي الذي يعاني منه الناس. وهذا ما عبرت عنه قائلة أنه الحجر يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالوحدة، خاصة بالنسبة لكبار السن والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. ابقى على اتصال مع أشخاص آخرين إن كان عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي أو مجتمعات الأونلاين للحفاظ على صحتك النفسية. وهذه بالفعل الآن بدأت تظهر يعني الآثار الجانبية لكل الفترة الماضية التي عانى منها الناس حول العالم. هناك يعني وسيلة لم تذكرها منظمة الصحة العالمية لكيفية التواصل، وهو ما فعله هذا البحار، هو قطع المحيط الأطلسي ليكون مع والديه. نشاهد تفاصيل ذلك في هذا الفيديو. بالفعل هو قضى فترة الحجر ربما بأفضل طريقة، قاطعا كل تلك المسافات إلى أهله. وعلى سيرة عيد الأب الذي ذكر في الفيديو، أيضا لابد من أن نشاهد هذا الفيديو كيف احتفل أحد الأجداد على طريقته بعيد الأب. نشاهد معا. يا بي يا عليك، الله يخليك يا بي، الله يخليك ينعاد عليك يا بي، ينعاد عليك الله يخليك يا بيي، الله يخليك، الله يخليك يا بيي، الله يخليك يا بيي، الله يخليك يا بيي. العمر كله لهذا الحاج الذي كنا نشاهده. هو بلال، في الختام لابد من التذكير بصفحاتنا الأونلاين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي www.almayadin.net، صفحتنا في اللغة العربية الموقع، وأيضا في اللغة الإسبانية espanol.almayadin.net، وأيضا هناك صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي facebook.com/الميادين، وأيضا الميادين على تويتر، وكذلك لابد من متابعة صفحاتنا حتى على إنستغرام أيضا دائما تحت عنوان الميادين. وفي الختام لم يبقى إلا أن أشكرك زميلنا من الميادين نت بلال عبود، شكرا جزيلا لك. مشاهدونا الحلقة انتهت، إلى اللقاء.